مصر دي لها خصيصة عند الله عز وجل، والتين والزيتون وطور سينين، أليس لي ملك مصر وهذه؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، بجانب الطور الأيمن. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، فهذه بلد يحبها الله. يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى. من العلامات الكبرى، بس دولت مش من بداية كمان العلامات الكبرى، مش من بداية العلامات الكبرى. ايه موقفهم في اللي بيحصل دلوقتي؟ ليه بيسند ليهم ان يأجوج ومأجوج هيظهروا في وقت من الاوقات من اللي بيحصل؟ لا، ده اللي هيحصل بقى نزول سيدنا عيسى. ما هو الحاجة المشتركة ما بين اليهودية والإسلام والنصارى ان سيدنا عيسى هينزل في اخر الزمان. هما بيعتقدون ان هو هينزل ينصرهم، والنصارى يعتقدون ان هو هينزل ينصرهم، والمسلمون يعتقدون ان هو هينزل مع سيدنا المهدي المنتظر وهيقاتل المسيح الدجال. فهتظهر الدابة التي تكلم الناس، وخروج الشمس من مغربها، والمسيح الدجال، وتحصل الحرب دي. ولما تنتهي وينتصر سيدنا عيسى والمهدي المنتظر والمسلمون على المسيح الدجال، هيخرج يأجوج ومأجوج. لما يأجوج ومأجوج هيخرجوا هيدمروا كل شيء. سيدنا عيسى والمهدي والمسلمون اللي معاه مش هيكونوا مطالبين ان هم يحاربوا يأجوج ومأجوج، بس هيكون مطلوب منهم ان يتحصنوا في جبل الطور في سيناء. يتحصنوا في جبل الطور في سيناء. جبل الطور، مصر دي لها خصيصة عند الله عز وجل، اكثر البلاد ورد ذكرها في القرآن الكريم حقيقة وتلميحا. والتين والزيتون وطور سينين، بجانب الطور الأيمن. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، أليس لي ملك مصر وهذه؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، فهذه بلد يحبها الله، والمكان الوحيد الآمن على وجه الأرض في فترة يأجوج ومأجوج هي جبل الطور في سيناء، لحد ما يأجوج ومأجوج هيهلكوا. ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم حشرة زي دودة كده صغيرة هتخرج من خلف أذانهم فتقتلهم كرجل واحد، كلهم هيموتوا في نفس اللحظة. ثم يرسل الله عليهم طيرا كأعناق الإبل، طير ضخم جدا، ويأخذهم إلى ما شاء الله. وبعدين سيدنا عيسى واللي معاه هيكونوا في مجاعة لأنهم محاصرين في جبل الطور، وتمتلئ الأرض عدلا مرة أخرى. فلسه يعني إيه، الوقت طويل، لسه الوقت طويل، لسه الوقت طويل. المهدي المنتظر هو من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيخرج في بلاد الشام ويتبعوا المسلمين، وينزل سيدنا عيسى، والمهدي المنتظر هيكون هو قائد الجيش وينتصر على المسيح الدجال في الوقت ده. المهدي المنتظر يعني من بلاد الشام، من سوريا للبنان للأردن، في على ما أذكر في حمص تقريبا، يعني هي هتبقى سوريا.